بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. نكمل مع مقرر Thermodynamics and Fluid Mechanics، الدرس الأول Energy and Energy Transfer. كنا قد بدأنا في الحصة الماضية تعريف heat أو Energy Transfer by heat. نحاول خلال هذه الحصة إكمال ما بدأنا في الحصة الماضية، يعني Energy Transfer by heat. رح نعطي التعريف الأول The net rate of heat transfer، زي ما شفنا The net rate of work يسمى Q، هذا حقة الهيت دوت، يعني نقصد بها the net rate، تساوي بالطبع هو الهيت على time. اليونت حقته هنا جول per second. That means what? That means is equal what. Q dot اللي هي small Q dot هي the net rate of heat transfer per unit of system area. يعني ايش؟ يعني تقريبا راح تكون هي الكيو دوت على الاريا. تسمى هذه is called the heat flux. فهنا شباب هذا تقريبا من اكثر الاشياء المستعمله في الهيت. The heat flux يعني هو كميه الطاقه الحراريه التي تمر من خلال مساحه معينه من الباوندري في الزمن. يعني the net rate heat of transfer per unit of surface area. فهنا Q dot تساوي التكامل، هنا double integral، بما أنه إيش هنا عندي d area. فهنا لو أخذنا مثال معين، مثلا هذه ال area، هذه dx والجزء هذا هو dy for example. فهنا ال area راح تساوي ماذا؟ تساوي dx في dy. فالاريا هذه هي كمية الطاقة التي تدخل أو الطاقة الحرارية التي تمر من خلال هذه المساحة الصغيرة، تساوي إيش؟ بالطبع per unit بالنسبة per time، تسمى ماذا؟ تسمى heat flux. زي ما قلنا هنا area represents the area of the boundary of the system where heat transfer occurs. The unit of Q بالطبع بما أنها heat هي joule. The unit of net rate of heat transfer is what؟ زي ما شفنا الحين. The unit of heat flux طبعا راح تكون Q dot unit حقتها تقسيم ايش؟ تقسيم الاريا، يعني تكون what per meter square أو square meter. Energy transfer by heat، لكن هنا راح ناخذ المودز، يعني ايش؟ يعني كيفية انتقال الحرارة على أي شكل من الأشكال تنتقل الحرارة، أو ما هم الميكانيزم اللي تنتقل بهم الحرارة. فهنا في ثلاثة أنواع: conduction, convection and radiation. انتقال الحرارة for the more energetic particle of substance to adjacent particle that are less energetic due to interaction between particles. يعني إيش؟ يعني الانتقال الحرارة هنا يتم عن طريق تلامس الذرات بعض ببعض. فهنا نقدر نقول إنه conduction هو عن طريق solid solid. لو تلامس جسمين صلبين فهذا يسمى conduction. Convection energy transfer between a solid and what? Adjacent moving gas or liquid. يعني ايه شباب؟ يعني interaction او التقاء solid ب fluid. يعني ايش؟ يعني غاز او سائل. Radiation, the energy is transported by electromagnetic waves and it requires no intervening medium to propagate. فهنا مثلا حقة الراديشن يمكن كيفية انتقال الطاقة الحرارية من الشمس إلى الكرة الأرضية، هذا يتم عن طريق ماذا؟ عن طريق electromagnetic waves. فهنا لو بغيت ألخص الأمر هذا، فلما يكون عندي تلامس بين السوليد والسوليد يسمى ماذا هذا؟ يسمى conduction. لو يكون عندي تلامس بين solid and fluid، يعني ماذا؟ يعني غاز أو liquid، فهذا يعني لماذا؟ يعني لهذا is convection. الشيء الأخير اللي ما يتطلب تلامس جسمين مع بعض، يعني إيش؟ تنتقل الحرارة عن طريق electromagnetic waves، يعني موجات كهرومغناطيسية، يسمى radiation أو الإشعاع.
هنا نكون شفت ثلاث أنواع كيفية انتقال الحرارة بثلاثة أنواع هذم. راح نشوف الحين heat types أو أنواع الهيت. أنواع الهيت هنا عندي نوعين: sensible heat and latent heat. Sensible heat is the heat added to or removed from substance to produce a change in its temperature. Latent heat is the amount of heat added to or removed from a substance to produce change in phase. فهنا لو نشوف الرسمة على اليمين، sensible heat هي الطاقة التي تسمح بزيادة درجة الحرارة بدون ماذا؟ بدون تغير في الفيز، يعني كان هنا liquid فبقي هنا liquid. latent heat لاحظ انه بداية درجة الحرارة ونهايتها هي نفسها، يعني 212 فهرنهايت او 100 درجة مئوية، لكن نلاحظ انه ماذا؟ تحول السائل الى بخار ماء. فليتنت هيت تسمح بايش هنا؟ change in phase. sensible heat تسمح بايه؟ change in temperature of the system. فهنا لو بغينا نلخصه في ثلاثة أنواع تنتقل الحرارة عن إثرهم، اللي هما conduction, convection, radiation. conduction تسمح بانتقال الحرارة بتلامس solid مع solid. convection تسمح بانتقال الحرارة بتلامس solid مع liquid or gas. وradiation تسمح بانتقال الحرارة عن طريق electromagnetic waves أو موجات كهرومغناطيسية. بالنسبة لأنواع الهيت عندي نوعين: sensible heat اللي يسمح بزيادة درجة الحرارة بدون تغيير الفيز أو الحالة. latent heat هو الذي يسمح بتغيير الفيز أو الحالة بدون زيادة في درجة الحرارة. هنا نكون قد خلصت المحاضرة، أتمنى أن تكون واضحة. السلام عليكم ورحمة الله.